آخر عنوان شفتوه حكم الإلاء. الإلاء ذكر ربي في القرآن في قوله تعالى في سورة البقرة: الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ربي قال للذين يؤلون آل يولي إلى أن هو من صمم أو عزم أو حلف ألا يقرب زوجته وفاتت المدة ستة أشهر فتوش حتى بنهار ستة أشهر يسمى مولي به اكتبه. كل حالف يعني كل من يحلف كل حالف على ترك كل حالف على ترك وطئ واو طاء ساكنة وهمزة على السطر وطئ كل حالف على ترك وطئ زوجته قلت يعني ستة شهر أربعة شهر على ترك وطئ زوجتي أكثر من أربعة أشهر خاطر في القرآن جاءوا أربعة شهر أكثر من أربعة أشهر فهو مولٍ يعني قام بعملية الإلاء فهو مول ما ولا مول فعل آلة آلة يولي مول لا معلقة ما ولا مول فهو مول ومن حق الزوجة أن تطالب بالطلاق للضرر ومن حق الزوجة أن تطالب بالطلاق للضرر خاطر هي وكانت طالب بالطلاق وما ضرش بها الزوج لازمها ترجع له المهر نتاعو تقول كيلو غرام ترجع له المهر نتاعو مثلا جاب لها زوز ملاين وساغه ترجع له زوز ملاين وساغه نتاعو اذا ما ضرهاش هكاك ما عمي ما حد شيء وانفق عليه كذا قد نحب نطلق سبا خلع خلع اذا خلع وهذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجات امراه قالت يا رسول الله راه زوجي ما ضرني حتى بشيء ما نعيب عليه لا دين ولا اخلاق راه صاحب دين واخلاق لكن قلبي ما يميلش لي ونخاف يطلبني واني نمتنع يعاقبني ربي اخاف الكفر في الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم توسط لها وكلم يعني زوجها باش ترجع له الحد واعطاها حديقه مهر نتاعها ثاني كما نقول قالها قال له ترجع لك ثانيتك يعني وطلق قلبه هذا هذاك كيف يبدا مال الراجل مش ضارب بالمراه وهي تطلب طلاق يسمى خلع ويزم ترجع له مهر اللي جابوا لها الصداق نتاعها اللي جابوا لها يعني ترجعهم واذا كان هو ضار به كيف الحاله هذه اكبر ضرر انه يعني ما يحصنهاش هذا اكبر ضرر يعني اكبر حتى ما يخليها جيعانه ولا ناقصه حاجه يولي الحاكم يعني يطلق عليه بالسيف من عليه وما عنده حد شيء بل بالعكس
يوجب عليه النفقة أثناء العدة، اللي كان عنده صغار يقعد ينفق عليهم حتى لين يكبر، حتى الطفلة تتزوج والولد يولي قادر على العمل. به إذن كل حالف على ترك وطئ زوجته أكثر من 4 أشهر فهو مول. أنا وش قلنا أخرى؟ ومن حقها أن تطلب الطلاق للضرر. نعم للضرر، لأن ترك الوطئ يعتبر ضرر، خاطر الغرض من الزواج التحصين، باش هو يحصنه ويتحصنه، باش ما يقعش في الحرام. باهي ما فيش برشا حاجات الإله، هذا الحكم. طيب عنوان آخر، حكم الظهار. حكم الظهار، الظهار بالظاء تشال، بالظاء تشال، حكم الظهار. هذا موجود في سورة قد سمع، والذين يظهرون منكم النساء، ماذا كان يسمي الظهار؟ هو شنو في الجاهلية؟ ما عنده برشا تعسف يعني، وبرشا احتقار المرأة، وبرشا حاجات يعني. كان ساعات تغش المرأة يقولها أنت علي كظهر أمي، يعني أنت حرام علي، نعتبرك في أمي، ما عادش نقربك خلاص. يمشي الحكم هذا بالنسينا؟ تستنى، في الجاهلية ما كانش يردحهم حتى شيء، لا أحكام تردحهم ولا دين يردحهم، يعني يمشي بالأهواء متاحهم وبالتعسف متاحهم وبالغلطة متاحهم، ويرى أن الراجل المرأة مش تكلم معاه، كان يقطع أثاث من البيت، ما عليش حق في شيء، كي يحب يحلمها من الميراث، كيف يحب يطلقها حتى 10 مرات ويرجعها، يعني فهم يحب يعني. يعني كانت المرأة لا تعتبر فيك العصر هذاك، لا تعتبر، كان قطعة أثاث يعني، ما أعطاها اعتبار ورجع لحقها للإسلام، للإسلام. ولهذا هو الإسلام قام يشطب على الأمور بتاع الجاهلية الكل، يبدأ يحب يسجل عليها بوت، ويحب يغيبها، يحب كذا، يعمل فيها ما يعمل. جاء الإسلام قالوا لا، حدك فم. أسمعوا القصة هذه، هي فم قصة وقعت وسببها نزل القرآن يتحدث على الظهار. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم اسمها خول، خولة بنت ثعلبة، وزوجها أوس بن الصامت، أخذها امرأة صغيرة وجميلة، بعد سنين ما جابت له الأولاد وكذا يعني، وفرحة بك الوليدات وكل، كيف كبرت شوية هكا قالها أنت علي كظهر أم، ما عاش حاجتي بيك، أنت حرام علي كلمة أم. مسكينة هاك المرأة يعني تفاجأت بها، ومشات شكات للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن أوس بن الصامت ظاهر مني، وإن لي منه صبي، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. تتكلم فصاحة ما شاء الله، يعني فصيحة النساء. قالت عندي صغيرات، كان مش نكفلهم يعني ونربيهم وكذا، وما يحسنش التربية، يجوعوا، خاطر ما عنديش ما نصرف عليهم، هو مش يعطيني، وكان خليتهم البوه يضيعوا، لا أعرف يربي ولا يمشي ياخذ امرأة أخرى ويضيعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يرد،
خاطر مازال ما نزلش عليه حكم من الله. والسيدة عائشة تسمع في الحوار بيناتهم. فعلى الفور نزل سيدنا جبريل بقرآن يتلى. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. والله يسمع تحاوركما. السيدة عائشة تقول أكاد لا أسمع تحاورهما وسمع الله تحاورهما. إن الله سميع بصير. الذين يظهرون منكم من النساء ما هم أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. شن عليه رب سبحانه وتعالى. قالوا تقول فيه منكر وزور. هذيك زوجتك حلالك تقول حرام عليك كيف أمي كيف أختي. شنو التبديل والتغيير بتاع الأحكام هذا؟ يعني تغير في الأحكام كما تحب. هذيك زوجتك جعلها ربي حلالي كيفاش تحرمها؟ هل تقول فيه منكر وزور وكلام ما يتقالش وعيب يعني. وبعد نزل الحكم في نفس السورة. في صيام شكون عنده قدام سورة المجادلة؟ خلينا نشوف. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. هاي هو الحكم. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. مثلا قال أنت علي كظهر أمي، يقول لي أنت حرام علي كما أمي ولا كما أختي ولا كما بنتي إلى غير ذلك. قال لكن بعد الدم ورجع وحب يرجع لزوجته. لا، فما خطيئة. فما خطيئة، لابد يخلص باش يرجع. مش سهل يعني، مش لعبة. ربي سبحانه وتعالى شدد عليهم في هذا باش الإنسان ما يتلعبش بهالكلام هذا. فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. إذا كان فيك الوقت هذا يملك عبد والعبد يعمل تو بفلوسنا 10 ملايين 20 مليون، يعني يحرر رقبة باش يحل الرجوع لزوجته. ده ما وجدش كما تو عنا، مش موجود الرقاب. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. ما تحلوا ونجم يرجع لها ويوطئها. ألا ما يصوم 60 يوم نهار يحك في نهار. لو كان في وسط مفطر نهار يعود من جديد. تشديد تشدد باش الناس باش يفكر ألف مرة قبل ما ينطق هالكلام هذا اللي هو منكر وزور. ده لو نفرضوا مريض مثلا ولا عنده مرض مزمن ما ينجمش يصوم، فما ما ينجمش يصوم بالكل، ويبدا ينبه عليه الطبيب لو كان يصوم يعني يجرى فيه ما يجرى. شنو الحل؟ فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. اذا ما قدرش على الصيام في المرتبه الاولى، اذا ما قدرش على الصيام أكل الوقت يطعم 60 مسكين، لكل مسكين ما يكفيه كما يقول فطور وعشاء كما يقول. بعد هذاك بعد ما يؤدي هالكفارة أكل الوقت يستغفر ربي سبحانه وتعالى ويرجع لزوجته وما عادش يعاود صنعا. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. يعني كانوا يقولوا ما تكونوا مؤمنين إلا ما تطبقوا الأمر هذا. وتلك حدود الله. وربي سبحانه وتعالى ما يحبش يكون يتعدى حدود. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. نعم.
وللكافرين عذاب أليم. وكان رب سبحانه وتعالى يحب يشير قال ما يطبقش الحكم هذا كانوا كافر. وللكافرين عذاب أليم. هذايا فهمتوش تو الظهار؟ ايوا جاء الظهار جاي من القول الجاهليه انت علي كظهر امي هيك يقول باهي. طب ها مش تكتبوا تو حويجه. ومن تظاهر من امرأته حطوا بين قوسين أي حرمها على نفسه. أنت حرام علي هاني يحلف بالحرام ولا كفارة للشيء يحلف 100 مرة بالحرام ويرجع يعني بالجهل هذا كي يولي يخلص يوم القيامة. فلا يطأ حتى يكفر. يكفر يعني خرج الكفارة يخلص. وعليش من تظاهر من امرأته فلا يطأها يعني ما يقربهاش ما يجامعهاش ما يتصلش به جنسيا فلا يطأها حتى يكفر يكفر بمعنى يعمل حاجة التي كفر له ذنوبه يعني هكاش معناتها يكفر حتى يكفر بعتق رقبة يعني في المرتبة الأولى رقبة وهي أغلى يعني كاد أغنيه برشا اسمه يعتق رقبة بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد كما عصرنا الحالها فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع شوفوا الأولى قال فإن لم يجد والثاني قال فإن لم يستطع فإن لم يجد ينجم ما يوجدش رقبة إما هو ما عندوش رقبة ولا في وقت ما فيش رقاب تحرط الناس كل بينما هنا قال فمن لم يستطع ما يسميش لم يجد في الصيام لم يستطع خاطر الصيام إما يستطيع ولا لا يستطيع فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وقت نقول إطعام مسكين ما يكفيه نهار ما يلزم شكل مسكين يبيت أكل لك يجيع وقل حاجة فطور وعشاء يعني ولي نجم يعطيه حتى من ماكلته ليأكل فيه خاطر ربي قال من أوسط ما تطعمون أهله طيب قاصع كرسي خارج شقال مثلا شقال معناها قدر ما يكفي قدر ما يكفي شخص ينجم يعملهم دفعة واحدة ينجم يعني لكن العدد ضروري مثلا هذه عائلة فيها 10 نعطيهم قصعة تكفي 10 هذه عائلة فيها 5 نعطيهم يكفي 5 هذه عائلة فيها 3 نعطيهم ويعد ويكتب حتى يكمل 60 فقد دار على 10 عائلات ولا 7 عائلات ولا 8 عائلات بكبارهم بصغارهم جاوا 60 حتى الصغير يعتبر حتى ولو مازالوا بدا ياكل يعني كما نقول عمره حتى عادي يعتبر واحد مسكين
خاطر افراد صعيب ياسر باش يحصلهم افراد وقت اللي يطلبوا في الشارع وكذا مش بكلهم ما سكينه فملع خذها صنعه هذيك وكذا وكان تعطيش تعطيه باقي ما يمكنش انما المسكين هو المسكين الحقيقي هو اللي ما انت تعرفه ولكن هو يبدا متعفف ما يقولش هات هكا ديما نبجلوها على اللي يقول هات لان اللي يقول هات حتى ما تعطيش انت يعطي غيرك اما لم يقولش هات ما يعرفوا كان قريبه ولا جاره ولا مطلع على حال أقوم على نبجلهم ولا يطأها حتى تنقضي الكفارة قال سيدي ها بديت ها بديت نطعم يعني ها أعطيت العشرة هاي نجمش الليلة نعطي زوجتي تقولوا لا حتى تكمل الستين ولا بدا يصوم صامش حتى شهر قال الليلة سأطأ زوجها قالوا لا حتى تكمل الستين وعيد ولا يطأها حتى تنقضي الكفارة حتى تنقضي الكفارة قال لو كان عمل هيك يتوب الرب لو كان جمعها هو مازال ما كان يتوب الى الله سبحانه وتعالى خاطر سمى ارتكب معصي هو كان حتى قربها ومازال ما كانش الكفاره يعود كل من جديد حتى وكان أطعم 30 مسكين يعتبر كانوا ما أطعمش يعود من جديد 60 لو كان صام حتى شر يعتبر كانوا ما صامش يعود من جديد زاد هذاك التجديد العقاب لي باش يحترم حدود ربي سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوه هكا ده مش جينا حكم آخر عظيم حكم اللعان هذا قليل شكون يسمع به كانش القاري فقه قليل شكون يسمع به بينما في سورة النور مفصل بالقدا اللي يعرف سورة النور يعرف شنو اللعان اللعان حكم اللعان عايز اسمع وش قال ربي في مسألة اللعان هل مش نفسروه هل مش نفسروه او نكتب حاجه وما نفسروهاش اما اللي يبدا مش قاري الفقه ومش عارف حتى بالاسلام هالامور كل تظل غريبه شنو هو اله شنو هو ظهار شنو هو لعان عمره ما سمع بهم والجهل مصيبه يبدا الانسان جاهل بدينه ما يعرفش حتى العبارات اللي جات في القران ما معناها جاهل بدينه يعمل في روحه ما يعمل عدو العدو يفعل الجاهل ونفسه ما لا يفعله العدو بعدوه اكثر خاطر اللي يهز روحه للنار عمل في روحه اكثر من اللي يعمل العدو بعده عدو بعده يضربه ربما يشتمه كذا اما اللي يهزك للنار اعدى الاعداء به اسمعوا توش قال رب سبحانه وتعالى في اللعان والذين اسمعوا برا ما تكتبوا شيء والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء ولا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه ان كان من الكاذبين هذا على سمي اللعان ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين هو سورة النور نزل فيها برات السيدة عائشة التي تهمها المشركين تهمها المنافقين كيف عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته كل منافقين ما بده يتصيدوا يلوجوا يشدوا في المؤمنين يلقاوش غلطه يلقاوش كذا حتى ما فهمش
يشريوها لهم شريه. هي النبي صلى الله عليه وسلم كان وين يمشي الغزو من الغزوات يعمل قرعه بين النساء ولا تطلع عليها القرعه يهزها باش ما يتغشوش. انا كل مره قال تطلع عليها قرعه يهزها معاه تتفر هذيك وتمشي معاهم يعني للجهاد. تبقى وقت الجهاد ما النساء ما يشاركوش يقعدوا. اللهم تقول يا رسول الله نحب الجهاد ما يقولهاش لا. كيف في غزوه احد فما امراه جاهدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهي كانت تغطي عليه وجاهد ضربات السيوف والسهام وكذا والرماح في صدرها ولا طاحت يعني هي وهي معرضه عليه يعني مترس عليه يقول مترس عليه. بينما فما رجال واخر هذيك اشكرها النبي صلى الله عليه وسلم برشا مجاهده اظن هي ام عماره مدحها النبي صلى الله عليه وسلم مدح كبير يعني. فما نساء ساعات يعملوا اعمال ما تعملهاش الرجال هكما مش يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم مش يقدرهم مش يحترمهم. اول شهيده في الاسلام وكل نساء واول مؤمنه السيده خديجه يعني الاوائل ديما تلقاو نساء قبل الرجال كيما تلقاكم انتم حتى في دار القران اكثر من الرجال وفي الفرع الزيتوني في كل بقعه. هذه حاجه باهيه خاطر النساء يحبوا الخير ويحبوا الخير. ويبدا ساعات زوجها حارمها يسمع الخطبه ما يقولهاش وكذا ويسمع موردين ما يقولهاش تبدا متشوقه من تلقى لك الاخبار الباهيه هذيك باش تعرف دينها كذا هكا علاش تلقى يعني كي تلقى فرصه ما تفلتهاش. تو كيف واحد يتهم امراه وهي بريئه شو يسمى هذا قذف. قذف والقذف بين حكم ربي في سوره النور. يقذف امراه بأمنة بريئه محصنه الجزاء نتاعه 80 جلده قدام الجمهور. جي في ساحه مثلا احضر الناس الكل اي شاب باش تطبقوا حكم الشرع في فلانه ضايق قال ما فلانه الفلانيه ولا تهمها في عرضها هذا يسمى القذف حل بقذف وما عادش تقبل الشهاده طول عمر يعني يفقد حقوقه المدنيه. وساعات واحد قلت هذا يفقد حقوقه المدنيه ما عندوش حق لا في الانتخاب لا في كذا لا في كذا لا في كذا زاد كيف كيف اللي يقذف في حكم الاسلام يفقد حقوقه المدني يولي منبوذ من المجتمع حتى يتوب الى الله سبحانه وتعالى وما عادش يعاود صنعته. لا عنده حق في شهاده باش يشهد شهادته غير مقبوله ويبدا منبوذ من المجتمع وربما زاد ينفيه مده معينه يقضي القاضي بنفيه مده معينه حتى يتوب ويرجع ويطهر لسانه. يعني اذا قالوا يا ولد الحرام قذفوا اذا قالوا يا ملقوط قذفوا إلا قال شكون قال هذه يعني ويتكلموا في المطلقة برشا ويتهمها هكا ولا قلت صغيرة وكذا زعما ما عاملة شيء قذف كبير زاد ومسكينة المطلقة في البيئة نتاعنا مسكينة وخاصة تبدا من زاد صغيرة وكذا مسكينة حتى تبدا عفيفة طاهرة ولهي بوليداتها وما عندهاش غرض بالزواج لابد يتهمها. يقول كيفاش؟ زعما تنجم تصبر زعما يعني يحبوا يعني يخلقوا له الفجور بالسيف يعني. حتى ولو مثلا صغيرك معناها تغش ما تقولش يا ولدي ما تقولش حتى بالفدكة تقول له ولد الحرام تقول ولد الحرام يعني اتهمته او موزنات يعني فهمت يعني بحيث لازم الواحد يطهر لسانه من هالكلام هذا الكل مش خاطر الناس يقولوا فيه احنا نتساهلوا فيه هذا يقذف. قال به لو واحد يقذف زوجته شنو يقذف زوجته؟ يقدم بها ناس يقول مثلا راهي زنات واللي قدم بها ناس يقول صغيره الا في كرشه مش مني. هذا حكم اخر غير حكم القذف يولي حكم اللعان. خاطر في الاصل الانسان السوي الانسان العاقل ما يتهمش زوجته بالباطل خاطر كيف يتهم زوجته كانوا يتهم روحه
لأنك في عرض عرض مرته لل... هو عرض عرضه خاطر هذه هي عرضه. فمش واحد يحب يفضح روحه ما فهمش. ولهذا هنا يولي الحكم آخر، يولي القاضي يجي بيحلفه هو ويحلفها هي به، يقول له أنت ما تدعي ألا زوجتك هذه عملت الفاحشة ولا الصغير هذا مش منك، به أنت اتهمتها بالزنا، تحلف تقول بالله الذي لا إله إلا هو رأيتها تزن بعينك، تقول شفتها يعني شفت العملية كامل، هذا مش قالوا لي ولا سمعت ولا فما يعني ولا لقيت في الفيسبوك ولا لا، قال ألا ما تراها تعمل في العملية باش 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 نجم تتهمها. يحلف بأربع منت بالله الذي لا إله إلا هو رأيتها بعيني تزن، بالله الذي لا إله إلا هو رأيتها تزن، بالله الذي لا إله إلا هو رأيتها تزن، بالله الذي لا إله إلا هو رأيتها تزن. ويخمس يقول لعنة الله علي إن كنت كاذبا، إذا كان يني متهمة ولا قاعد نفتري عليك، ربي طردني من رحمك. مسألة مش سهلة، مش سهلة. مال الحاكم كيكا مش يقضي طول يعني يظلم الناس. به كمال شو يمين تكي على جهة ايجا يا مرأة زوجك هو تهمك قال انت زنيت، انت زنيت ولا ما زنيتش؟ قلوا ما زنيتش. قلها تحلف، تحلف اربع ايمانات الا زوجك كاذب، قول بالله الذي لا اله الا هو زوجي كاذب فيما رماني به، رماني كذب وبهتة، بالله الذي لا اله الا هو زوجي كاذب فيما رماني به فيما اتهمني به، بالله الذي لا اله الا هو زوجي كاذب فيما رماني به، بالله الذي لا اله الا هو زوجي كاذب في رماني به، وتخمس بالغضب وتقول غضب الله علي ان كان صادقا، اذا كان يطلع هو صادق واني فعلت الفعل ربي يغضب علي، انا هو ربي يلعن وكان يكذب عليها، وهي ربي يغضب عليها كان هي فعلت الفعل لكن كذبت. شفت يعني مساله فيها عدل كبير. هات الوقت هو تو ينجم تو يعرفوا بلادين يقنع حاضر ما يحتاجش لهذا، كيف يقول هالولد مش مني كيف يتولد ويطلع منه يعاقبه. واللي هي تقول لا يعني ما فعلتش شكل فعله، وبعد تولد الصغير يطلع مش يتعاقب هاك الوقت يتعاقب، بحيث في الوقت الحاضر ليش في حاجه للعان، انما في حاجه للتحليل. ليه قبل ما فهمش تحليل ما نجموش نعرفوا هو صادق 100% ولا هي صادقه 100%، ما نجموش نعرفوا، امرهم الى الله، ما يعلم بنيتهم الا ربي سبحانه وتعالى. كيف به شنو الحكم بعد كيف حلفوا كما هيك؟ قال يفرق بينهما الى الابد، ما عاش نجموا يتزوجوا بعضهم بالكل، يفرق بينهما مش طلاق، تفريق اصلا، خاطر الطلاق اللي طلق مرته ينجم يرجعها، اما هذا تفريق يقول لا عاد عندك حق فيها ولا انت عندك حق فيه، وتعتبروا كانكم لا تزوجتوا ولا شيء وبعاد على بعضكم واجانب على بعضكم وما عادش نجموا تتزوجوا بعضكم. والصغير يلحق بامه اذا كان هو انفاك الصغير، قال مش الصغير ما يورث من ابوه، يورث كان من امه. وتتكفل به امك به ولكن يتكفل بهم هذا يشوف خطروا دام نكروا حتى النفقه ما ينفقش عليه خطر انكروا يعني به. هذا حكم اللي عاد به هات نكتبوا تو خلاصه. واللعان بين كل زوجين، بين كل زوجين، يا ريت جيت بكري شوي فاتك برشا فوائد. هاي تنقل مع عندهم مساج وربما وحده تتطوع تفهمك شوي. اعيد واللعان بين كل زوجين
في نفي حمل، في نفي حمل، يقول هالحمل مش مني، في نفي حمل. أو رؤية الزنا، أو رؤية الزنا. أما يقول هالحمل هذا مش مني، واللي يقول ريتها تزن تزن. فيشهد الزوج، فيشهد الزوج أمام القاضي. أربع شهادات بالله، أربع شهادات بالله. أنه من الصادقين، أنه من الصادقين فيما رماها به. شمعت رماها به؟ إما قال الحمل هذا مش مني، ولا قال شفتها تزن، هذا شمعت رماها به. فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به. ويخمس، يعني الخامسة، ويخمس باللعنة عليه، ويخمس باللعنة عليه إن كان من الكاذبين، ويخمس باللعنة عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد المرأة، ثم تشهد الزوج، ثم تشهد الزوجة أربع شهادات بالله ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. وتخمس بالغضب عليها، وتخمس بغضب الله عليها، وتخمس بغضب الله عليها. قل إن شاء الله ربي يغضب عليه إذا كان يكون هو صادق. أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. قل والله يكذب، والله يكذب، والله يكذب، والله يكذب. قلنا بعد وتخمس بالغضب، بغضب الله عليها إن كان من الصادقين، وتخمس بغضب الله عليها إن كان من الصادقين. وفي الحالة لا يتعاقب هو ولا تتعاقب هي، خاطر الحقيقة ضايعة بينهم، ما يتعاقبش عقاب القذف. وكان وكان قذف مرة أخرى ما يتزوجش ويتعاقب يجلد 80 جلدة، يقول أما خطر هو اتهم زوجته. وفي الغالب مثلا زوجته تتهم زوجها مثلا، كيف نفس الشيء، نفس الشيء، كيف في ندام، نفس الشيء، نفس الشيء. خطر بين الزوجين هو فما هالليمنات هذية، وفما غضب ربي وفما لعنة ربي، يعني خطر ألا مش يكذب، راهم قادم على أمر خطير، خطير جدا، أكثر من عقاب تعرف منين جلده يعني. حيث
خاطر في الغالب الزوج ما يقذفش زوجته بالكذب، في الغالب المرأة زادة ما تقذفش زوجها بالكذب، في الغالب هكا. يعني إذا وصلوا يكذبوا على بعض الأمر يولي خطير على الكذب، خطير أخطر من 80 جلدة يعني، يولي عقاب أشد. باي ويفرق بينهما إلى الأبد، ويفرق بينهما إلى الأبد، ما عادش يحلوا لبعضهم بالكل، لأن بعدها لو قاع هضايا طاح القدر، وإذا طاح القدر طاح في العيشة هكا ولا؟ ربي ما يحبش تطيح القدر. وصلت الموصلة عاش تتقابل خلاص. والحد ربي واجهه خي الصغيرات حلال هاو نكرر، قال مش ولدي لازم قولوا بالسيف الكر، وربما يكون صادق وربما يكون كاذب، مش نعرف يودي ما ينجموش يكونوا صادقين وواحد منهم اتهم له. لا وكان هي نكرت، قالت لا ما نحلفش، يطبق عليه الرجل بلاش يولي ثبت عليه الزينة. وكان هو زاد بعد ما حلف تراجع خاف من اللعنة، قال والله راني تهمي كذا، هاك الوقت يزيد 80 جلدة بلاش شنو يولي يطبق عليه، كان يقذف أي إنسان آخر بلاش شنو اللي يمكن منه مش يتعاقب، كان كل هو يلا 80 جلدة، كان نكلت هي ترجم عليهش، خاطر اللي يزنى وهو متزوج يعني إذا كان يعني يشدوا القاضي، إذا كان شدوا القاضي أو اعترف أمام القاضي، أما إذا كان ما وصلش أمر القاضي هو بينه وبين ربي سبحانه وتعالى، إذا كان تاب ربي سبحانه وتعالى يتوب عليه، أما إذا وصل الأمر القاضي لابد باش يطبق عليه الحكم الشرعي، خاطر فما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زنا ومشى يا رسول الله راني زنيت راني، يقولوا لعلك قبلت لعلك لمست كذا، حب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بخرج باش ما يطبقش عليه الحكم، فقالوا لا لا العملية تمت كاملة وهذا طبق عليه النبي صلى الله عليه وسلم حكم الرجيمة، خاطر اللي يزنى وهو غير متزوج 100 جلدة يزيد 100 جلدة، قولوا كانوا خاطر يعني الشاب ومازال ما تزوجش كانوا عنده نوع من العذر 100 جلدة كاو ما عادش يعاود صنع، ولا يتزوج ولا يزنى وهو متزوج يعني يقتل رجما. أنا موجود في سورة النور، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، هذا كيش يكونوا غير متزوجين يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم بين قالك إذا متزوجين يعني الحكم هو الرجل، فرجوهم البت. خاطر كانت فما آية كانت آية تقرأ هي الشيخ والشيخة إذا زانيا فرجوهم البت، فنسخ لفظها وبقي معناها، انتسخت ما عادش توجد يعني في القرآن، نسخ لفظها بأمر من الله من سيد جبريل يعني ما عادش تتقرا في المصحف، لكن حكمها باقي، ودليل كون حكمها باقي النبي سيطبق الحكم حكمه يعني الرجم بالنسبة للمتزوج. إيش قلت؟ ويفرق بينهما إلى الأبد ويلحق الولد بأمه. سيدي هذا الولد الفراش. سيدي إذا الولد ولده هي بالحق زنيت، لكن الولد ولده كيفاش إذا بالحق الولد ولده يعني هو ناكر هو ناكر. هو ناكر لكن يطلع ولده لو هي سابقة طول ولده لا في الوقت هذا كان منجموش يطلع بطر ما عندهمش تحاليل كما تو الطب ما تقدمش كما تو منجموش هكا علاش نرجعوا للأيمانات أما في حالة لا أما كان يقع هذا تو ولو نفرضوا حتى فم حكم إسلامي تو ويقع تو هذا إذا كان هو نكر وبعد ظهر ولده أولا يتجن 80 جلدة خاطر قذف زوجته ثانيا الولد واجب عليه باش ينفق عليه ويلحق به ويتكتب اللقب نتاعه مال في مشكلة إلزام هذا مش على كيفه ينكر هذاك ينكر فما دليل كونه يعني هو كاذب لا يلزم ما آخر جملة قلناها يحل لها إلى الأبد إلى الأبد ويلحق الولد بأمه هذا كقول الولد للفراش وهكا علاش يقولوا
ابن الزنا لا يرث من أبيه. ابن الزنا لا يرث من أبي من أبيه كالزنا بأمه، خطر اتصل بها بطريقة غير مشروعة. ما يورث إلا من أبوه الحقيقي اللي هو زوج أمه شرعا يعني، فهمت؟ لكن يرث من أمه خطر هي ولدته ظاهر اللي هو منها، أما فما شك اللي هو من هذا كاي. إذا كان فما شك ولا هو ابن زنا لا يرث من الذي زنا بأمه. أضايب باش ربي سبحانه وتعالى باش يكره الناس في الحرام. سيدي وإذا زنا وهما مازالوا ما عرسوش وبعد عرس به ينجم يلحق، ينجم يلحق ما داموا منه يلحقوا بنفسه به يقول هذا ابني ويلحقوا به ويكون شرعي يعني في استقلال، لكن يستغفر ربي سبحانه وتعالى أن أفعل لك الشيء قبل الموعد بتاعه. وهذاك السماء غلط غلطة ودواها، قال لي غلط غلطة ودواها مش كيف هلا غلط غلطة وقعد كيف غلط. هاي سيدي اكتبوا الحكم، الحكم هذا للمرة الجاية إن شاء الله، حكم الخلع. حكم الخلع هذيك المرأة هي اللي تطلب الطلاق ومن غير من غير ضرر ولا حد شيء يسمى خلع. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيدي سؤالك ربي. نعم.